زبدة الفول السوداني من الأشياء اللي أعشقها، واللي متأكد إن كثير منكم يأكلها غلط، فعشان كذا خل أعلمكم بعض الطرق اللي تقدر تأكل فيها البينات بتر. أنا أحس زبدة الفول السوداني مفروض أنها أشهر من النوتيلا، لكن الناس ما تفهم. هذا الشيء الوحيد اللي يقدر أسميه. خلونا نبدأ أوريكم الأشياء اللي تقدر تسويها بالبينات بتر. بسم الله. طيب، زي ما أنتم شايفين علبة الفول السوداني، وهذه زبدة الفول السوداني الرهيبة. طبعاً إذا ما كنت ماسك دايت ولا زويت أي شيء، أقدر أبلع علبة كاملة زي هذه. زي السلام عليكم. أول طريقة بالملعقة، يعني زي ما تسوي بالنوتيلا، تقدر هنا تأخذ ملعقة بينت بتر، تقول كذا، ويا سلام، والله من أروع ما يكون. هو يفضل أن يكون معك كاس حليب، بس أنا عشان يصير صحي الفترة الأخيرة صار أشرب مويه كثير. وكثير منكم يسأل عن العلبة من وين أجيبها، موجود رابطها تحت من الحين. الطريقة اللي بعدها زبدة الفول السوداني بالخبز. الفكرة وما فيها أن كل شوي برقابكم وبعطيكم مستوى لين توصلون المستويات الأخيرة، أنك تأكل بينت بتر بطريقة محترفة. فخلك معي حبة حبة، أنا أدخلك العالم الجديد هذا. إذا أنك ما تعرفه، إذا أنك تحبه، اكتب تحت في التعليقات. سكين، نأخذ لنا شوي بينت بتر ونمسح البينت بتر بكل حنية. تحتاج زيادة. الله، إيش الجمال، إيش الشيء المريح هذا. بكل بساطة خبزة، خلصت الليفل هذا، خل أدخلك على الليفل اللي بعده اللي تشوفونه عسل. فزي ما انتم شايفين هذا العسل الجميل، نجي هنا نحط عسل على خبزتنا اللي بالبينت بتر، خبزة الفول السوداني بالعسل. وش احكي لك؟ ما احتاج احكي لك، خل اكلها. من الاشياء اللي سملتني كثير هذه الوجبة بالتحديد، البينت بتر مع عسل. معليش، انا من النوع اللي كلته ما عاد اقدر اوقف. الليفل الثالث، يلا خل اطوركم معاي اكثر. جبنه، يفضل السائله ولكن اي جبنه تمشي. حطها على البينت بتر وعسل. بسم الله. طبعا تقدر تشيل العسل وتخلي البينت بتر مع الجبن الحالة، وهذه الطريقة الثانية. يعني إلى الآن دخلنا على 1 2 3 4 5، 5 لفلات من الفول زبدة الفول السوداني. خلونا نروح نشوف الليفل اللي بعد. هذا شيء للمبتدئين، زبدة الفول السوداني، ولكن برضو شيء جميل جدا وخليط جميل جدا. شيء نحطه بكل حنية. طبعا الخليط يسمونه بينت باتر ان جام، شيء زي كذا، بينت باور، بينت باور. المربى حطه هنا. جمال والله العظيم، ناس كثير ما تفقه فيه جمال زبدة الفول السوداني. أنا قاعد استمتع. طيب، نرتقي إلى ليفل واحد زيادة، ونضيف عنصر مفاجئ على البينت بتر. طبعا هذه خلطة مشهورة لمغني امريكي، ما خاب ظني، نسيت اسمه. طبعا انا بالنسبة لي ما عرفت الا عن طريق شخص الله يذكره بالخير،
علمني عن الطريقة. من محبين زبدة الفول السوداني، فخلونا نذوقها مع هذا اللبن. لسه باقي ترى، تسمون خلصنا مع بينز بتر، في أشياء كثير تقدر تلعب فيها مع بينز بتر. والله إن الواحد ما يدري وش يقول، غير إنه في كثير ما يقدرون هالشيء الجميل. فأنا اليوم مسوي رابطة محبين الفول السوداني، وأي شخص يحب الفول السوداني عنده خلطات يكتب تحت شيء مذهل فقط لا غير، ولا تناقشني. طبعاً ميزة الفول السوداني تقدر تخليه مو بصحي بالأشياء اللي سويناها قبل شوي مع الخبز، تقدر تخليه صحي ويكون سناك صحي بالشيء اللي بنسويه الحين. زي ما تشايفين عندنا موز، حلو؟ تقطع الموز، كل موزة تحط عليها شوي بينز بتر. شوفون هذا سناك صحي، ترى حقين الدايت يستعملونه كسناك صحي، فتقدر تحطه في الدايت إذا تحب الفول السوداني، زبدة الفول السوداني تحطها على قطع موز زي كذا. بس إن كمية تنوع في الفول السوداني غير طبيعية. طبعًا نجي لفل التأليف الحين. هذا الشيء حصل معي بالصدفة، ونقدر نقول إن السنيكرز السعودي، ممكن نقول إن السنيكرز السعودي. ليه؟ بكل بساطة، هل تشوفونه تمر صح؟ غرفة بينت بتها، وناخذ حبة تمرة ونقول بعد كذا يا سلام. انتم شايفين؟ قول بسم الله. أنا ما وصلتها إلا بعد احتراف كبير مع زبدة الفول السوداني، فهذا إدماني الأخير. آخر فترة هذا إدماني، فإذا جيت أفك شوي اشتهيت بينز بتر، بدل ما أسوي بينز بتر وعسل اللي كان جيم في العيد، أخذ لي حبة تمرة وأعطيها شوية زبدة الفول السوداني والوضع توب التوب. هذه واحدة من الكنوز اللي اكتشفتها مؤخرا، قدمتها لكم. اتمنى انك تضغط اللايك عشان هذا الكنز، هذا الحاله يسوى عندي شيء كبير. نجي اخر ليفل، واتوقع كثير منكم يعرفه. اول شيء بتحتاج هذا الشيء، حلو. بعدها تروح تذوب اي نوع من انواع الشوكولا اللي تحبها. الفكره يطول لنا العمر والسلامه. نحط الكميه اللي تحتاجها. طبعا الفكره ان قاعدين نفرد شوكولا هنا، نحط فيها شويه بينت بتر، نرجع نكمل عليها. فنفرد الدنيا بكل حنية، بس نتأكد ان غطات بشكل كامل. نحطها بالثلاجة شوي ونجيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجي الآن مع آخر شيء سويناه، ونقول بسم الله. طبعا بما ان درجة الحرارة هنا مرة متدنية، الله حر، فعلى طول بتذوب في يدي. بس عموما هذا هو الريسز كب كيك، زي ما انتم شايفين كذا تسوي الريسز. وبكذا احب اقول لك صرت خبير زبدة الفول السوداني.